السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: كوفيد يحصد 3000 حالة وفاة يوميا في الهند، تحذير لجميع دول العالم. الموضوع في منتهى الخطورة، الموضوع ممكن يصل لإغلاق المساجد في رمضان والإغلاق الكامل لكل المحلات، حظر كامل. لازم نخلي بالنا، الهند دلوقتي الناس بتولع في الشوارع. ده مش بس كده، مش بس كده، ده في ناس دلوقتي بتنصب على الناس في بيوتها تحت هاجس كورونا. صدقوني، في ناس بيخشوا البيوت دلوقتي، انتوا معمول لكم عمل ان كورونا هتخش عليكم تموت البيت كله، ويجوا واخدين الذهب اللي عندهم وسارقينه وجاريين. يعني خلي بالكم كويس، خلي بالكم من الناس دي، وخلي بالكم برضو ما تدخلوش بيوتكم حد يعمل لكم حجامه او يحقنكم مصل نحل، لان حتى الان لم يعلم دواء كورونا. خلي بالكم ما تدخلش حد بيتك، وخلي بالك من التباعد، خلي بالك من التباعد، خلي بالك دايما تبقى الكمامة معاك، كمامة تبقى معاك، ودايما الكحول معاك، والجل المطهر معاك، كمامة، كحول، جل مطهر، سجادة الصلاة، سجادة الصلاة معاك، وانت رايح التراويح، سجادة الصلاة، بينك وبين اللي جنبك متر، بينك وبين اللي جنبك متر، لو مترين ماشي، مفيش داعي للسلام، مفيش داعي للأحضان، مفيش داعي للقبلات، مفيش داعي للكلام ده، ناخد حذرنا. العيد اللي اسمه بتاع مها ده اللي في الهند ده قتل الناس، قتل الناس، 3000 وفاة، مش 3000 إصابة، 3000 وفاة يوميا بسبب مها. أنا زعلان قوي من مها. ليه يا مها تعملي كده في الناس كده يا مها؟ عيد عندهم اسمه مها مهاتشي ولا تكيرو موتشو. خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم، خلي بالكم، ناخد حذرنا. واحنا اعداد الاصابات عندنا رجع تاني يفوق الالف حاله، رجع تاني يفوق الالف حاله. مش هقول لكم تاخدوا فيتامين سي وتاخدوا زنك وتستريحوا كويس والتباعد الاجتماعي. خلي بالكم، خلي بالكم يا جماعه، وبلاش فسيخ السنة دي، بلاش فسيخ. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. بلاش يا جماعة فسيخ والتباعد، الموضوع في منتهى الخطورة. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، على أمل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.